الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك حضرات علماء کرام، دوستو اور بزرگوں، حضرت قاری صاحب نے ماشاء اللہ کتنی پیاری آواز سے، کتنے عمدہ لہجے سے قرآن شریف سنایا. یہ وہ قرآن ہے کہ بڑے بڑے عرب شعرا لبید جیسے، جس کو اشعرو عرب کہتے تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو اپنا عصا کھڑکا کر اس نے کہا کہ صاحب العصا. پھر دوسرے اور تیسرے نمبر پر دو اور شعرا کے نام دیے، مگر قرآن کے بعد اس نے اشعار کو ترک کر دیا. ہر وقت قرآن ہی قرآن. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں